سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أبناء الطلاب. نكمل إن شاء الله استخدامات المغانط الكهربائية. وقفنا في الدرس الماضي عند صفحة 179. أحب أذكرك بس إحنا بنتكلم في إيه. إحنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن استخدام المغانط الكهربائية، يعني المغناطيس الكهربائي يستخدم في إيه. طبعا ذكرنا استخدامات الجرس الكهربائي، 2 الجلفانومتر، 3 المحرك الكهربي، 4 المولد الكهربي. النهاردة طبعا هناخد خامس شيء وهو المحول الكهربائي. طبعا إن شاء الله هيكون ده آخر درس، وبإذن الله هعمل لك ملخص كده سريع عشان برضو تتذكر احنا واقفين فين، يعني وصلنا لفين، يعني هلخص لك الدرس كده في الاخر المفاهيم الاساسيه فيه. صفحه 180 هتفتح الكتاب معايا، هتلاقي عنوان اسمه تغيير الجهد الكهربائي. خلاص. خامسا نكمل بقى استخدامات المغناطيس في حياتنا اليوميه. مغناطيس الكهرباء بيستخدم في ايه؟ المحول الكهربائي. ما هو المحول الكهربائي يا ابنائي الطلاب؟ هو جهاز يغير الجهد الكهربائي للتيار المتردد. يعني كلمة يغير معناها زيادة أو خفض، يعني يا إما يزود الجهد الكهربائي أو يخفض الجهد الكهربائي. هذا هو وظيفة المحول. أنواع المحولات طبعا في واحد محول خافض للجهد الكهربي، وده بيكون قبل المنزل، قبل بنجد في محول قبل البيت كده، ده عبارة عن إيه؟ ده خافض للجهد، بياخد كهرباء فولت عالي الجهد، بيدخلها الى جهد فولت حوالي 220. هي 240 بتبقى بتقل طبعا في الى ما تصل لايه؟ ل 220. هذا المحول الخافض، كيف اعرف الخافض من الرافع؟ مهم جدا، ركز معايا. عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من عدد لفات الملف الثانوي. هذه نقطة مهمة جدا، وبتيجي طبعا كرسمة وفي المقالي، وممكن برضو يقول لك قارن بين محول خافض للجهد ومحول رافع للجهد. ان شاء الله في المراجعة هجيب لك كل نوعيات الاسئلة ديت، وهغطي المنهج كله بالطريقة دي. لا تقلق، يعني ما تقلق، ان شاء الله هتكون متابع معايا، هتفهم الدروس. نشوف بقى المحول خافض للجهد ده بيكون عدد لفات الملف الابتدائي أكبر من عدد لفات الملف إيه؟ الثانوي. أين يوجد المحول الخافض للجهد؟ بيكون موجود بين الشبكة والمنزل، بين الشبكة اللي هي محطة توليد الكهرباء والمنزل اللي هو الإنسان عايش فيه، بيكون موجود فيه، بس بيكون قبل بيتك. يعني الكهرباء اللي داخلة ما بتدخل الفولت العالي 700,000 فولت، هذه غير صالحة لو دخلت على البيت تدمر البيت كله. فيجب ان هناك محول خافض للجهد ياخد الجهد العالي ويعطينا جهد منخفض اللي هو 220. هنشوف النوع الثاني وهو محول رافع للجهد. موجود بقى فين؟ طبعا كلمة رافع يعني عايزين نزود الجهد، موجود في محطات توليد الكهرباء. عدد لفات الملف الابتدائي اصغر من عدد لفات الملف الثانوي. عدد لفات الملف الابتدائي اكبر، آسف، أصغر من عدد لفات الملف الثانوي. أين يقع؟ بين الشبكة أيضا، بين محطة إيه؟ في محطة التوليد والمنازل، طبعا موجودة عندك في الكتاب، ولكن اللي مش موجود في الكتاب هو الحتة دي. خلي بالك من الحتة دي كده. محول رافع للجهد أين يوجد؟ في محطات توليد الكهرباء. هذه لا توجد، يعني غير واضحة في الكتاب، لا أنا بقول لك هي موجودة في محطات توليد الكهرباء. طيب، انتبه معايا، هذه صورة للمحول. خلاص، طبعا صورة مبسطة، يعني اللي هو الفكرة العلمية، هذا رسم علمي، انا ما بجيبلكش بقى المنظر كله، لا هو دي بس اللي يهمني. ملف ابتدائي، انا عدد لفات الملف الابتدائي اهو هنا كام؟ 1 2 3 لفات. عدد الملف الثانوي نجد ان هو كتير اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى نسبة 3 لـ 9، 3 داخل. خلاص، هنا يبقى ده اسمه ايه؟ طب ده داخل وده خارج، تتوقع انه يبقى خافض ولا رافع؟ ها، هيبقى رافع. الرافع لسه بقول اهو، عدد لفات الملف الابتدائي
اصغر اقل يعني في العدد، ودي الصوره اللي موجوده عندك في الكتاب. اما اللي هو الخافض صورته مش موجوده، وانت بقى تتوقعها العكس بقى، يبقى دي هو ده رافع، رافع للجهد. العكس بقى لو انا عايز اعمل، لو عايز اعمل خافض، يبقى هيبقى هنا اكتر، الملف الابتدائي اكتر والملف الثانوي اقل، يبقى ده الفرق بين الاثنين. تمام. طيب نسبة تحويل الملف الكهربائي سواء كان المحول رافع للجهد او خافض له، فان نسبة عدد لفات الملف الابتدائي الى عدد لفات الملف الثانوي تساوي النسبة بين الجهد الداخل الى المحول والجهد الخارج منه. كيف ذلك؟ يعني مثلا اقول هنا، هقول ان عدد لفات الملف الابتدائي مقسومة على عدد لفات الملف الثانوي تساوي الجهد الابتدائي مقسوما على الجهد الثانوي. ان شاء الله النقطة دي هتبقى واضحة برضو في المراجعة، وهجيب لك عليها مثال وهتستوفي هذه النقطة. يعني يبقى انا بجيب ان نسبة عدد لفات الملف الابتدائي لعدد لفات الملف الثانوي هي 3 الى 9. لسه في الرسمة اللي فاتت كان في 3 لفات في الملف الابتدائي و9 في الملف الثانوي. طيب هتفيدني، ممكن اختصر النسبة دي، اقسم دي على 3 ودي على 3، تطلع اختصارها طبعا نسبة 1 الى 3. هذا الكلام مهم في ايه؟ لما انا اقول لك مثلا مثال، هيجي مثال دلوقتي اهو، ومن ذلك نستنتج انه اذا كان الجهد الداخل 6 فولت، 6 فولت الداخل، خلي بالك يعني الابتدائي 6، فان الجهد الناتج لابد ان يكون 180 فولت. خلاص؟ هنا بضرب ليه بقى الحته ديت؟ اذا كان الجهد الناتج 60، هذه 60 مش 6، 60 فولت، فان الجهد الناتج يكون 180، بضرب كده في 3، 3 في 60 ب 180، هنا في 60. يكون الجهد الكهربائي في المحول اعلى في الجهه التي تحتوي على عدد حلقات اكثر، فاذا كان عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من عدد لفات الملف الثانوي فالمحول يكون خافضا للجهد. طب هنا بقى هو خافض ولا رافع؟ هو هنا رافع، دخل ب 60 يخرج ب 180، يبقى رافع. وعلى العكس من ذلك، اذا كان عدد لفات الملف الابتدائي اقل من عدد لفات الملف الثانوي فان المحول يكون رافعا للجهد. هذه الصوره، ملف ايه دلوقتي؟ اول حاجه، اول ما تشوف الملف الابتدائي عدد لفاته اقل والملف الثانوي بيتكتب عليه طبعا اهو، ده على اليسار وده على اليمين. الملف الابتدائي لفاته اقل، يبقى هنا داخل جهد كهربي قليل وبيعطينا جهد كهربي عالي، هذا في محطة توليد الكهرباء، هذا محول رافع للجهد الكهرباء، رافع للجهد الكهرباء، هذا هو الخارج، ده اللي يهمني الكهرباء الناتجة من هنا. خلاص؟ دي كانت آخر حاجة، استخدامات المغناطيس الكهربائي، استخدمناهم في 5 أشياء، وإن شاء الله في نهاية الدرس هستعرضهم لك سريعا يعني. وصلنا بقى لنقطة مهمة جدا، عنوان مهم جدا، موصلات فائقة التوصيل. يعني هناك احنا خدنا طبعا المادة الموصلة الفلزات، لا النهاردة بقى درس اليوم هذه مادة تفوق الفلزات، يفوق النحاس، يفوق مادة ما فيش فيها فقد في الحرارة ولا فقد في الكهرباء، هي مواد لا يواجه التيار الكهربائي فيها أي مقاومة كهربائية، تتميز بأنه لا يحدث ضياع للطاقة الكهربائية. اسمها مادة ايه؟ موصلة فائقة التوصيل، يعني توصل سريع جدا جدا جدا. طب لماذا؟ لأن المقاومة بتاعتها صفر، المقاومة صفر، ولا يحدث ضياع للطاقة الكهربائية، يعني الكهرباء اللي جاي 1000 فولت توصل 1000 فولت، 100000 توصل 100000، 50 توصل 50، إنما الكهرباء بتاعتنا العادية على ما توصل لنا هي بتكون 240 أو بتكون مثلا 260، على ما توصل يبقى 220، يبقى في هناك فاقد، مقدار للفقد أثناء التوصيل. أما هنا احنا بنتكلم عن موصلات فائقة التوصيل، يعني بتوصل بدرجة ممتازة، عالية جدا جدا جدا. طيب في عيب واحد بس، أهم عيوب موصلات فائقة التوصيل أنها تتطلب تبريد السلك بشكل مستمر، تبريد السلك بشكل مستمر،
وبنشوف طبعا ديت موجوده في الايه في اسلاك الضغط العالي، موصلات فائقه التوصيل بتاخد كهرباء عاليه جدا، فيها فاقد من الكهرباء، ولكن بيتم تبريدها بشكل مستمر. مثلا مثال، يصبح الالومنيوم ماده موصله بس مش فائق التوصيل، احنا عايزين نخليه بقى هو موصل بس، موصل جيد. طب احنا عايزين نخليه فائق التوصيل، نعمل ايه؟ نقوم نعمل يكون فائق التوصيل عند درجة 232 درجة 272 سيليزيوس، 272 درجة سيليزيوس بس مش سالب، يعني هنا بيكون تبريد لدرجة 272 درجة سيليزيوس سالب، يصبح الألمنيوم مادة فائقة التوصيل. خلاص، يبقى لو قال لك اذكر مثال لمادة فائقة التوصيل تقول له الألمنيوم عند تبريده لدرجة 272 تحت الصفر، 272 سيليزيوس تحت الصفر. طيب بعد ما قلنا بقى العيوب بتاع أهم عيوب استخدامات موصلات فائقة التوصيل، هناك استخدامات احنا بندرس ليه؟ بندرس موصلات فائقة التوصيل، عرفنا انها هي عبارة عن موصلات لا يواجه التيار الكهربائي فيها أي مقاومة، وبالتالي يبقى تستخدم في إيه في حياتنا اليومية عشان نعرف بقى. واحد، تستخدم في مسرعات الجسيمات، هديك صورة دلوقتي، في الكتاب عندك صورة مسرعات الجسيمات ودرستها في الصف الأول المتوسط، طبعا دي عشان بتبقى ديت يوصف فيها الأنوية عشان تسرع الجسيمات وتبقى فيها ذرات، تغذف فيها الذرات، وهنشوف دلوقتي صورة موضحة لهذا الكلام. أسلاك نقل الطاقة الكهربائية، الأسلاك نقل الطاقة الكهربائية موصلة بمادة موصلة فائقة التوصيل. صناعة الشرائح الإلكترونية لأجهزة الحاسوب، الشريحة اللي موجودة في الحاسوب هذه برضو موصلة فائقة التوصيل عشان تبقى برضو توصل، مفيش فيها فقد يعني الكهرباء. القطارات المغناطيسية، القطار المغناطيسي برضو متوصل بموصلات فائقة التوصيل. أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. يبقى سؤال هنا، اذكر استخدامات موصلات فائقة التوصيل تستخدم في ايه وايه؟ في مسرعات الجسيمات، أسلاك نقل الطاقة الكهربائية، صناعة الشرائح الإلكترونية لأجهزة الحاسوب، القطارات المغناطيسية، أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. هذه مسرعات الجسيمات، يعمل مسرع الجسيمات على مسارعة الجسيمات الذرية حيث تبلغ سرعتها مقدار قريبا من سرعة الضوء. احنا عارفين سرعة الضوء 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة، هذه سريعة جدا جدا جدا. وتنتقل الجسيمات في حزمة قطرها بضعة مليمترات، وتعمل مغانط مصنوعة من مواد فائقة التوصيل على تحريك الجسيمات في مسار دائري قطره 2 كيلو. هنا بيسرع، شوف السرعة بتاعتها أسرع يقارب سرعة الضوء، وبالتالي الأنوية بيحصل فيها بتغذف، وبالتالي بتنصف الذرات وتبقى ذرات قنابل ذرية، يعني مواد ذرية جديدة، يبقى فيها العناصر الجديدة اللي احنا بنشوفها. التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير بالرنين المغناطيسي تشكل ذرات الهيدروجين نسبة 63% من ذرات جسم الإنسان. يعمل المجال المغناطيسي القوي في الجهاز على ترتيب بروتونات، يعمل المجال المغناطيسي القوي في الجهاز على ترتيب بروتونات ذرات الهيدروجين في المجال المغناطيسي. كيف ذلك؟ تسلط موجات راديو على المكان المراد تصويره لتمتصها البروتونات فيتغير ترتيبها. عند غلق مصدر موجات الراديو تعود البروتونات إلى الاصطفاف مع المجال المغناطيسي مطلقة الطاقة التي امتصتها. بيدخل الإنسان هنا طبعا بينام في على الجزء ده، وبيدخل طبعا ده بمغناطيس الأرض، فيه بيكون أقوى من مغناطيس الأرض 2000 مرة ولا 20,000 مرة، بيكون مغناطيس قوي جدا
طبعا بيكون الانسان بيدخل فيه علشان هو ده بيستطيع ان هو بيحدد الفقرات بتاع الظهر، وبيجيب صور، يعني لان الصور الاشعه العاديه لا تعطي صوره واضحه، يلجأ الانسان او الطبيب ان هو بيحول المريض عشان يقدر يعطي صوره واضحه للفقرات التي لا تظهر في الاشعه السينيه العاديه. يتم التقاط الطاقه ومعالجتها بالحاسوب وتحويلها الى صوره للعضو المراد تصويره. كده وصلنا الى، طبعا هنا برضو بيبقى فيه صوره للدماغ، ممكن برضو الانسان يدخل يبان الجزء من الدماغ ده برضو عن طريق تصوير رنين مغناطيسي. الاشعه العاديه برضو ما توضح، ولكن هنا رسم المخ، يبقى تصوير برضو رنين مغناطيسي يوضح، لانها صوره دقيقه جدا توضح خلايا المخ، وبالتالي هتفيد في تشخيص المرض والعلاج باذن الله. كده وصلنا، اعطيك ملخص سريع للدرس. استخدام المغانط الكهربائيه على 3 دروس، خدنا اول حاجه الجرس الكهربائي، خلاص. 2 خدنا طبعا استخدام المغناطيس ايضا في الجلفانومتر اللي قلنا في الاميتر بيوصل في الدائره على التوالي، الفولتميتر يوصل في الدائره على التوازي، مؤشر الوقود موجود برضو ده عباره داخل فيه جلفانومتر. الاميتر بيقيس في شده التيار، الفولتميتر بيقيس ايه؟ شد فرق الجهد. المحرك الكهرباء، كلمة المحرك يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية. المولد الكهربائي عكس المحرك، الاثنين عكس بعض. شوف هنا المولد يحول الطاقة الحركية إلى طاقة إيه؟ كهربائية، عكس المحرك. لو قال لك قارن من المحرك والمولد. أنواع التيار الكهربائي الناتج من المولد، قلنا تيار متردد، هذا ناتج من المولدات الكهربائية، بيكون الرمز بتاعه AC. في تيار مستمر ناتج عن البطاريات، الرمز بتاعه DC. المحول الكهربائي اللي احنا خدناه اليوم هو جهاز يغير الجهد الكهربائي للتيار المتردد. انواع المحولات اللي احنا خدناهم اليوم، محول خافض للجهد، ده اعرفه ازاي؟ او عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من عدد لفات الملف الثانوي، جاي جهد كبير والابتدائي وهيخرج جهد قليل، جهد اقل، فبالتالي عدد لفات الابتدائي اكبر. هنا خلي كلمه بالك من كلمه اكبر دي، الابتدائي لفاته اكبر من الملفات ايه؟ الثانوي. موجود فين؟ المحول الخافض للجهد ده بيوجد قبل المنزل، بيكون قبل يعني في الحي او في الشارع، هو ده بقى اللي بايه؟ بيبقى الكهرباء 700,000 فولت عاليه جدا، ما تصلح تدخل المنزل. ولكن وظيفة المحول الخافض هذا انه ياخد الجهد العالي في الكهرباء ويعطينا كهرباء مناسبة وهي 220. النوع الثاني من المحولات، محول رافع للجهد، عدد لفات الملف الابتدائي اقل، اللي انت شفته في الصورة اللي موجودة عندك في الكتاب واللي موجودة برضو هنا في الشريحة وريتها لك، اقل من عدد لفات الملف الثانوي. طبعا دي رسمة مهمة جدا، رسمة المحول الرافع والخافض. فين موجود الرافع؟ انا قلت لك دي مش موجودة في الكتاب، مش واضحة، ولكن خلي بالك منها، ضفها عندك في الكتاب. في محطات توليد الكهرباء، اين يوجد محول رافع الجهد؟ هذه معلومة حتى في الحياة، في حياتك، يبقى تعرف ان محطات توليد الكهرباء فيها محولات رافع للجهد، اهو موجودة في محطات توليد الكهرباء. وكده طبعا نكون وصلنا الى شرح المنهج، وصلنا ان ده اخر درس طبعا، وبتمنى ان انتوا تكونوا طبعا يعني استفدتم، وان شاء الله يتبقى بقى انتظرونا ان شاء الله في المراجعات. كده يبقى وصلنا بحمد الله وتوفيقي الى شرح المنهج كاملا، وان شاء الله المراجعات اللي جايه، الدروس اللي جايه تبقى مراجعات، هنبدا ان شاء الله في تقويم الدرس، وبعد كده نبدا بقى ناخد ايه؟ هعمل لك مراجعه شامله على المغناطيس الفصل 12، زي ما عملت قبل كده مراجعه على الفصل 11، وفي ناس كتير جدا اتبسطوا منه ويعني بعتوا لي وارسلوا لي برضه، فحابب ان انا طبعا اي حد يحتاج اي شيء، اي جزئيه مش واضحه انا ممكن اوضحها لك، او نجيب عليها اسئله كتيره جدا، يعني في تواصل بينا ان شاء الله، و
طبعا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.